اشتدت الحمى. فلما فتح أبو لهب الباب وجد النبي واقف في الباب صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأذني أدخل حتى أكلمك. إيه طبعا معنى الحديث طويل. قال له: تكلم هنا. عم ما يسمح له يدخل في بيته. قال له: ولكن لا ينبغي الشكر، يعني انا اكلمك كلام مهم وجئتك شيء خاص بيني وبينك، ما ممكن بالباب، ما ممكن يعني آداب الزيارة انه انت تفتح المجال. قال: ليس الى الداخل، انما الى الملحق، يعني ملحق البيت المقدمة مالته، فسحة الباب الخارجية اللي عادة يربون فيها حيوانات او طيور او كذا. قال: لا بس انني قبل صلى الله عليه وسلم. لا تنسى رسالة مكة، هم مو انهم يعني انا واضحة كلش، مو ناس عاديين. بدأ يراعي الاصول ويا اشرف الخلائق. فجلس اجلس النبي على جذع كان في ساحة الدار. الجذع مرمي صارت مثل دكة، كأنه هذا الجذع يحجب الحيوانات اللي تطلع حتى لا تطلع. فجلس عليه. قال: ما جاي شو يقول؟ شنو يقول؟ قال: يا عم، والذي نفسي بيده، يعني او الذي نفس محمد بيده، ان انا الا نذير مبين بين يدي عذاب شديد. يعني مدى الشرطه وانا رسول. كلام من هذا القبيل حذرني ونبهني. فاني ادعوك لقول لا اله الا الله. تسرها مع نفسك، يعني مو الا تطلع برا تقول هاي امامك، لانه ان هي الا جنه ابدا او نار ابدا، فماكو مجال. فاؤمن احسن لك، حتى لو سري مقبول، انا اقبلها سرا. انت اشهد واستقر بها، قر بها قلبك، ولا تبينها للاخرين، مو الا تبينها. وانا اضمن لك ما اتحدث أقول عني آمن، فخليها سرية، لأنني حريص عليك، كلش حريص عليك. عزيز علي ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى ما عنتم يعني حتى الكفار، يعني أصلا النبي ينزعج حتى الكافر لمن يتأذى. ما عنتم يعني شو؟ يعني الناس كلهم بالمؤمنين يعني غيرهم. فقال أبو لهب: وقد نظر إلى جدي في ساحة الدار، في هذا الاسطبل اللي كان هم قاعدين على طرف الاسطبل، نظر إلى جدي. جدي خروف صغير. قال: لا أؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الجدي، يعني استهزاء واستكبارا ومكر السيء، ولا يحب المكر السيء إلا بأهله. فأخذها النبي بجد، فقال للجدي: يا جدي أقبل. فأقبل يا جدي. قال رسول الله: أعظم من عيسى قطعا، ولكن شو ما ينفع، لأنه لا بد تبذل من نفسك، لا بد من نفسك. بالمناسبة بين قوسين أقول أي مشروع تريد تسوي، إذا عندك شريك أو صديق أو أحد، إذا من نفسه ما قابل اكسر الشراكة، لا تحمله بالقوة لأن يعني تفشل. خلي يقبل قلبا ويقول قبلت، ثم ابدا بالشراكه او العمل معه. لا تنتهي بمشروع ما مطلوب، مجبور، مكره، مستعيفه، يعني فاشل 100%. فقال: يا جدي، لما ما قال يا جدي اقبل، جاء الجدي الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا جدي من أنا؟ يا جدي من أنا؟
فأنطق الله الجليل بالعربي الفصيح في حينه باللحظة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبو لهب وقد انتفض إلى يد الجليل، يعني قام بعنف وعصبية هيجي ما ارتع، أخذ يدين الجليل، يد الجليل يعني الساقين الأماميتين، رجل الجدي يعني الساقين الخلفيتين، عمل إلى يد الجدي فكسرها هو أبو لهب، كسر جدي نفسه، مو هذا الجدي ماله هو كسره، وقال سحرك محمد؟ ما ينفع معاك، تبت يداك، أسحرك أو سحرك محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله بل تبت يداك، أدعوك إلى الهدى بوضوح ومعجزة تقول سحر، شنو الداعي؟ شنو الداعي عندك؟ وطلبت منك سري معلني، أنت وربك، عن ما أنا شو يدخل؟ قل لا أسألكم عليه أجر، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجر وهم مهتدون، أصلا أهل البيت كانوا يعطون فلوس مو يأخذون، ولكن مع هذا سأجعل الموضوع سرا، أنا ما راح أحكي هذا الموضوع بيني وبينك. خرج ودعا وخرج، لما خرج وصل الباب شاف جبرائيل بالباب، قال يا رسول الله اكتب واذكر في القرآن، اكتب في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، انت على بالك يعني احنا انا الله الذي لا اله الا انا يوقفني ابو لهب؟ حتى انت ما توقفني يا رسول الله، انا لا اصمم ان يلعن ابليس او يلعن ابو لهب او يلعن اعداؤه محمد اعداء ال محمد، يلعنون الى عدد الابدين وقيام الساعه وقبل قيام الساعه، انا الله لا اغلب، انت تقول لي سري بس انا يعجبني علي، يعجبني علي، اخليها من المعوذات، اخليها اصلا اخليها بالاخير من الايات اللي حتى الاطفال يقروها، هم المدارس بالاخبار بالاذخار والصلاه وكل مكان، ما اخليها من الطوالي اللي اخليها اشهر، عبالك هو عندي شيء هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب، هو ان شاء الله تنكسر ايده